من جديد عاد إلينا الأستاذ شريف عارف الكاتب الصحفي. أستاذ شريف بجدد الترحيب والتحية لحضرتك. يعني كنت أتحدث معك عن أهمية مشاركة منتدى شباب العالم في قمة المستقبل التي تعقد في نيويورك. أستاذ شريف هل تسمعوني؟ ألو؟ أيوة أستاذ شريف. أهلاً. أهلاً بحضرتك وبجدد الترحيب بحضرتك يا فندم. وكنت بسألك عن أهمية مشاركة منتدى شباب العالم في قمة المستقبل التي تعقد في نيويورك. دي أهمية كبيرة جدا، خاصة حينما هذا المنتدى الذي أصبح منصة من أهم منصات الحوار ينال هذه الثقة الكبيرة باعتماده كمنتدى للحوار على مستوى العالم في قمة كبرى مثل قمة المستقبل التي عقدت على مدى اليومين الماضيين في نيويورك بقرار الأمم المتحدة. ولا شك أن منتدى شباب العالم حاز على ثقة كبرى من أكثر من جهة دولية، وفي رأيي أن يعود لثقة العالم في الدولة المصرية ومدى جاهزيتها وقدرتها على تنظيم مثل هذا المنتدى العالمي الذي أصبح علامة مهمة في المنتديات العالمية. وأنا في رأيي القضايا المهمة التي يناقشها المنتدى وهي أيضا القضايا التي تشغل العالم مثل قضية التمكين وقضية التنمية المستدامة، وخاصة أن مصر لديها استراتيجية موحدة هذه التنمية المستدامة وهي استراتيجية 20. وأعتقد أن ما حققه المنتدى هو يمثل إضافة كبيرة، خاصة في وجود كبيرة كالأكاديمية الوطنية للتدريب التي قامت بتأهيل الشباب بشكل كبير، وأصبح هناك نوع من التمكين السياسي وهو لم يتح من قبل. طيب أستاذ شريف، فيما يتعلق بالأكاديمية الوطنية للتدريب وفكرة يعني تعزيز دور الشباب وقدرة الشباب على مواجهة الكثير من التحديات، وفي الحقيقة احنا شفنا منتدى شباب العالم بينظم وموجود في أكثر من فعالية من الفعاليات الهامة اللي أقيمت في أو استضافتها خلينا نقول مصر، وجودهم في قمة المستقبل في نيويورك قد إيه هيكون ليه انعكاس على شخصيات هؤلاء الشباب، وإزاي هيكون ليه مردود داخليا يا فندم؟ أول هي فكرة اعتماد المنتدى في هذه القمة الدولية، ثم المشاركة في العمل الدولي بشكل عام، لأن العالم يسعى نحو تحقيق الأمن والسلم الدوليين، وبالتالي المشاركة في هذه القمة هي مشاركة إيجابية، وأن المنتدى يكتسب ثقة عالمية أكثر فأكثر. وأنا أعتقد أن مشاركة فكرة التمكين للشباب هي فكرة عالمية بالمناسبة، العالم كله يتجه هذا الاتجاه، ولكن فكرة تعظيم التدريب، وأنا أتوقف عند هذه النقطة على وجه التحديد، لأنه لا تقدم بلا تدريب وبلا تأهيل على شغل المناصب سواء على المستوى المحلي أو على المستوى السياسي أو حتى في المجتمع المدني. صحيح. هي قدرة الشباب على التواصل وأن تكون لديهم القدرات لشغل هذه المناصب. صحيح. وده لن يتحقق إلا بتوفير أهل التدريب غير مسبوق. صحيح صحيح، وهو ده الدور يمكن اللي قامت به الأكاديمية الوطنية للتدريب. على كل حال أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر الأستاذ شريف عارف الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه المداخلة.